اعتقد ان كان لازم نعمل فيديو عن خطة 442 حرف الاي بعد ما عملت استطلاع على اليوتيوب، وبالتالي الناس اختارت ما بين 442 اي او 631 او مش فاكر حتى الخطة اللي كانت التالتة ايه، فكانت اكبر نسبة زي ما هي قدامكم كده كانت لخطة 442 اي، فبالتالي كان لازم ان احنا نطلع ونتكلم عليها. الصراحة كنت محضر ل442 اي وكنت محضر ل631 بسبب ان الاتنين قويين جدا حاليا، فبالتالي بما ان الكفة رجحت عند 442 اي فهي هتكون موضوع حلقتنا النهارده، ففيديو مثير وممتع جدا لخطه ممتعه جدا. طبعا ما عرفتش ان انا اخلي الفيديو بتاع امبارح قصير بحيث ان انا اخلصكم في التكتيك، بس اوعدكم الفيديو ده باذن الله هيبقى قصير جدا، 5 6 دقائق كده تقدر تاخد التكتيك والكلام المظبوط في تمركزاتك. فانزل اخبط اللايك العنيف دلوقتي واشترك لو انت اول مره تتفرج علينا، ويلا بينا نبتدي في الفيديو مع بعض. طيب بدايه كده انا جاي لك من دوري الطاقم، يعني انا جاي لك بخطه من دوري الطاقم، خطه انا بستخدمها حاليا اصلا في دوري الطاقم، لسه كسبان بيها حتى 2-0 نظرا حتى ان العناصر عندي مش اقوى حاجه وانا مش اقوى فريق في الدوري ده او في بطوله الطاقم دي، ولكن بحاول ان انا اعمل بيها شغل عالي جدا. خطه 4-4-2 حرف الاي، فانا زي ما انت شايف محدد لك اهم العناصر اللي انت تهتم بيهم، بدل ما كنت احطهم لك واحنا بنشرح، لا احطهم لك على طول كده زي ما انت شايف. الباكين بتوعك الدال ايه والدال شين اللي موجودين عندك دول اهم اتنين في خط الدفاع لازم أن تهتم بيهم. عندك قدامهم على طول في خط النص هتلاقي اتنين زيهم برضو باكات او اظهرة في منتصف الملعب، وهو الواو يه والواو شين، وطبعا انا هنا مستخدم واو هه مكان الواو شين نظرا لان انا ما عنديش واو شين، فالواو هه هنا بيقوم بنفس الدور بتاعه. طبعا انا بفضل ان انت يكون معاك واحد واو يه او واحد بس من الاجنحة والتاني تحطه كدور صانع العاب، اما لو انت معاك الاتنين فمفيش مشكلة حطهم، اما لو انت معاك اصلا لا اليمين ولا الشمال فتقدر تحط صانع العاب يمين وصانع العاب شمال وباذن الله مش هيكون فيه اي مشكله، وده كان بالنسبه لمنتصف الملعب. لو طلعت قدام شويه لخط الهجوم بقى هتلاقي ان عندك انا حاطط جناح وراس حربه اتنين قدام، جناح وراس حربه هما خط الهجوم بتاعي او خط المقدمه بتاعي نظرا لاني برده بفضل ان انا ما العبش باتنين راس حربه صريحين، بحب العب بواحد جناح بحيث ان هو لو انا اضعف من خصمي او قريب منه في القوه ينزل ويستلم الكوره يديني زياده في منتصف الملعب لما ينزل ويستلم، ويدي حريه اكتر لراس الحربه ان هو يتحرك في الاماكن بتاعته في خط الهجوم، عكس ما يبقوا اتنين راس حربه يعتبر ما فيش حد هينزل يستلم الكره قد كده، ممكن يبقوا محطات ولكن صعب تلاقي حد ينزل ويعمل لك زياده في منتصف الملعب والكلام ده كله. فجناح وراس حربه انا شايفها حل مثالي جدا، هيديك حلول اكتر ان انت تسجل بيها اهداف عن طريق خطه 4-4-2 حرف الايه. طبعا بقى في الاخر مش حابب افكرك بدكه البدلاء يا باشا زي ما انت شايف كده اللي لازم تهتم بيها، مش هقول اكتر من كده عليها لانها مهمه جدا جدا جدا. دكه البدلاء كلمه سر وما يعرفهاش غير كل محترف في المدرب الافضل، فاكيد انت مش بتتابعني عشان تبقى اي حد، لا انت بتتابعني عشان تبقى محترف فعلا في لعبه المدرب الافضل، فعشان كده بقول لك اهتم بدكه البدلاء. كنت لسه هروح واخدك على طول على التكتيك، ولكن بقى قبل ما نروح الكلمتين اللي بقوله لكم كل مره، ان انت لو مستمتع الى الان ولسه ما عملتش لايك اتمنى منك انك تنزل تدعمنا باللايك بحيث ان احنا نستمر في سلسلات تكتيكات اكتر واكتر، بحيث ان الدوري بتاعنا يبدا ونبدا نتابع بقى جوله وجوله عشان هنبقوا مشغولين، ممكن ما نقدرش ان احنا ننزل تكتيكات مع احصائيات الدوري، ولكن هحاول ان انا اوظب لكم ما بين الاثنين، التفاعل بتاعكم يظبطني وباذن الله يحفزني اكتر واكتر ان انا انزل لكم تكتيكات اكتر واكتر. فانزل اخبط اللايك واشترك بالمره لو انت مش مشترك في القناه، وبينا على التكتيك مع بعض. تعالى بقى يا سيدي بقى للتكتيك. زي ما انت شايف كده عقليتك اللي هتكون اللعب على الاجناب، طبعا قلت لك اظهره وقلت لك اجنحه في خط النص، فاكيد انت بديهيا كده هتكتشف ان هي العقليه اللعب على الاجناب بالنسبه لك، تمركزاتك اللي هتكون ثابته كلها في مكانها في حالة اذا كنت انت اقوى او مساوي من خصمك، ولكن لو انت اضعف او لو انت مقلق من خصمك ففي نفس الكلام بتاع خطة 3-4-3 حرف الايه هترجع الوسط يساند الدفاع عشان خاطر تدي تأمين دفاعي اكتر واكتر، فتقدر ان انت ما تستقبلش اهداف باذن الله، ولكن بشكل عام يعتبر هتثبت كل التمركزات عشان تقدر ان انت تهاجم وتسجل اهداف كتيرة جدا بالخطة دي. عندك الرقابة اللي هتكون دفاع المنطقة والتسلل هيكون لا زي ما انت شايف، واخيرا الارقام اللي هتكون معانا 65 75 65، ارقام بسيطة وسهلة وجميلة وقوية جدا تقدر ان انت تلعب بيها ضد اي مدرب اذا كان اقوى او مساوي او اضعف، باذن الله تقدر ان انت تنتصر عليه بالارقام دي. قطع الكرات اللي هيكون عنيف اذا كان الحكم اخضر او ازرق، اما اذا كان غير كده فهترجعها لمقبول بحيث ان انت تتفادى الطرد والكلام ده كله. اتمنى ان التكتيك ما يكونش طولت عليك فيه، واتمنى ان التمركزات تكون واضحة قدامك، هتهتم بالظاهرين بالجناحين اللي في نص الملعب وراس الحربة طبعا هتحط زي ما انت عايز مفيش اي مشكلة. وعلى السريع كده قدرت ان انا الخص لكم تكتيك لخطه مميزه جدا وقويه وهي 4-4-2
2 حرف الاي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، اتمنى انك تكون استمتعت معايا بالخطه وتاخدها وتجربها، والخطه تبقى فعاله معاك في دوريات قويه جدا وبطولات كبيره جدا. فبالتوفيق للجميع مع الخطه دي ومع الخطط الثانيه طبعا، زي 3 4 3 اللي نزلتها و4 3 3 وغيره. فاتمنى لكم كلكم التوفيق طبعا، فاشوفكم في فيديوهات جديده. بس قبل ما نمشي بقى ونسيبكم، اتمنى انك تكون دعمتنا باللايك واشتركت في القناه لو انت مرة تتفرج علينا. اشوفكم في فيديوهات جديده. سلام عليكم.